المقادير: نص كيلو بامية أنا هنا غاسلتهم نظفتهم جهزتها، 100 إلى 150 غرام لحم غنم ولية حتى تنطي دسوم للمرقة، 5 إلى 6 حبات طماطة للعصير، وملعقتين معجون، وثوم. بعد ما غسلت اللحم وجهزته أسلقه بقلاصين أو 3 قلاصات مي، وأتركه على نار هادئة. انتظرها حتى تطلع السبورة مالتها، واذا طلعت لي فوق احاول اشيلها. هنا اني انتظرت المي كلش ينشف مال اللحم وطلعت السبورة مالتها كلها. بعد ما نشف المي مع اللحم هنا أنا حمسته باللية لأنه ما ضفت زيت لأن هي دهينة. ضفت 6 حبات ثوم وحمستها ويا اللحم حتى تأخذ طعم مال اللحم، وشوية أخليها تتكرمل ومن ثم أضيف باقي المكونات. بعد ما تحمس اللحم والثوم وتمازجوا سوا، ضفت البامية وانتظرها شوية تستوي حتى أضيف باقي المكونات. ضفت 1/2 كوب أو كوب ماي، المهم تغطي البامية بالكامل حتى أتركها على نار هادئة ويتكرمل لونها إلى اللون البني أو الأصفر، ثم أضيف باقي المكونات. بهذا المرحلة أضيف ملعقة إلى نص ملعقة إلى ملعقة ملح، وحسب الرغبة بكيفكم، إذا احتاجت ملح ما بعد ما تستوي فعاد أضيفوا الملح. أنا بهذه المرحلة ضفت ملح حتى يتمزج ويا باقي المكونات. بعد ما تغير لونها شوية وتحمست، فضفت عصير الطماطة وضفت 2 ملعقة معجون وتركتهم على نار متوسطة حتى شوية تغلي وتستوي.
عندي كيلو تمن بسمتي نظفته وجهزته، وثم غسلته وطلعت منه كل النشويات والأوساخ. عدنا 5 إلى 6 كواب مي، خليته بالجدر وعلى نار عالية. ضفت 1 إلى 2 ملاعق أو 3 ملاعق ملح حسب الرغبة، شنو تكون تحبون يكون عندكم مالح فاهي. هذا التمن هو مبزول وصحي 100%، كل شي يفيد أصحاب الدايت وأصحاب السكر وما إلى ذلك. لازم المي يفور، ومن يفور معناه هو جاهز أضيف التمن بيه. أنا هنا التمن عندي نظفته ونشفته فأضفته بالجدر وأبقى أقلب بيه وأراقبه حتى ما يستوي زايد. لازم عندي التمن والمي يغلي ويفور، وابقى راقبة كل شوي 5 إلى 6 دقائق تماما، والاحظ التمن عندي بعده قوي او اصبح لين. حتى اعرف التمن مالتي استوى أقسمه بالنص بأصبعي وأتلمسه أشوفه صار لين لو بعده قوي. هنا عندي صار التمن لين، معناه هو جاهز أنه أوشله بمصفي. أي مصفي عندكم توشلون التمن ويصبح جاهز. ضفت 1 ملعقة زيت الزيتون، انا اريد التمن مالتي يكون كلش صحي فضفت 2 ملعقة زيت الزيتون وضفت التمن، وابقى اقلب بيه واتركه على نار هادئة حتى يتهدى ثم ارجع له. وهنا أصبح التمن جاهز والبامية، وألف ألف عافية. إذا عجبكم الفيديو اتركولي تعليق ولايك وسبسكرايب للقناة وشاركوها لأحبائكم، ودمتم سالمين.